بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد. هاي كيدز، السلام عليكم جداد فاطمه الزهراء اي اسامه. انجلش اكتيفيتي فور شيلدرن او الانجليزيه الانشطه الانجليزيه بالنسبه لشنو شيلدرن شنو هما والوليدات الصغار اطفال فور بريماري كيدز. ان ذيس فيديو وي ويل شو هاو تو اكسبلين فروت ان انجلش اند كومون فودز. شنو هو فروت؟ ما الفواكه نعرفوا شنو هي الورد فواكه الفواكه ها وشنو هما الفود هما الغداء الفود اذا الفروت هي فواكه فواكه وهنا شنو هو الفود هما الاغذيه ولا شي حاجه ولا شي حاجه بحال الاغذيه والفود تغذيه تنقولوا شنو نقولوا بان الفواكه هو الفود هو الخضار مفيده للصحه. شوف دو فروت شو تصير نطقوها ماشي نقولوا فروي فروي في فرنسا وفي فرنش لانجويج بات ان انجلش وي برونونس شنو هي فروت قول قول فروت 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 بحال او فروت اند فيجيتيبلز اند فيجيتيبل النباتات تلقاو افا فيجيتيبلز فيجيتيبلز نقولوا النباتات النباتات او الخضر والفواكه مفيده مفيده للصحه نقول فروت اند فيجيتيبلز از جود فور هيلث هيلث هي الصحه صحه الصحه نقولوا نقول فروت اند فيجيتيبل نقول شوف معايا نقول فروت اند شنو هي اند هي و فيجيتيبلز are هما are good مثلا are good for لي for your شنو هي your ليالك your health health إذا fruits and vegetables are good for your health بالنسبة للصحة ديالك ماشي مشكل إذا let us produce this word in English. How to but bananas شو اسمه bananas تعرف شو bananas bananas أو إذا bananas يا الموز الموز تقول apple قول أو سر apple قول bananas bananas apple pear strawberries orange grape تقول خاء تقول أي grape pineapple pineapple the cherries bananas and moons apple شنو هي تفاح تفاح احسن حاجه بالنسبه للصحه تنقول لك one apple in day شو تقول لك one apple in day keep the doctor away واحد المثل doctor away شوف معايا وان شنو هي وان هي وحده وان ابل شنو هي تفاحه واحده وان ابل ان داي شنو هي ديك قبيله قلناها واليوم اليوم فوالا وان ابل ان داي كيب تبعد تبعد كيب كيب ذا دكتور اواي يعني ذا دكتور شنو هو الطبيب اواي هو بعيد يعني تبعد على الطبيب تبعد على الطبيب تاكل تفاحه في النهار تبعد على الطبيب مفيد للصحه انت انسنت فور يور هيلث هذا تسمى مثلا او تسمى شي حاجه وان ابل ان داي كيب ذا دكتور اواي اذا بانس ابل قلنا هو التفاح بير بير هو الايجاز الايجاز ايجاز العويله بير فوالا ستروبوريز هو الاناناس 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 والو هذاك الفراوله برافو الفراوله يعني ستروبورز برافو هي الفراوله والفريز فرا شكرا ثانك يو فيري ماتش ماي سون الحمد لله لحق براون بوريز هو الفراوله او الفريز اورانج والليمون ها شنو نقولوا اورانج ليمون اورانج 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 قول اورانج ويدن ليمون اورانج سيفي بامي غريب شنو غريب و العنب العنب ها العنب الجاز ولا باي شو ايت نقولوا باينابل باينابل شنو باينابل هو اناناس باينابل و التشيريز شنو التشيريز و الكارز الكارز او حق النوت الكارز والليمون الليمون الحامض الحامض تسمى الليمون الليمون اما هذا البرتقال
أن هذه تسمى أورانج سميح البرتقال البرتقال في فرق بين البرتقال واللي 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 فوالا. إذا كومون فودز الأغذية كومون الأغذية المشتركة بريد شنو هو بريد هو هو شنو هو خبز خبز إيجز شنو هو البيض بيض زيد